أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمنى للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث تكون تنتشر كمية من الغيوم المتفرقة 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 12، الرطوبة 83%، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تفرق لبعض الغيوم، إربد 17-9، مفرق 14-5، جرش 16-9، وعجلون 15-5. بالنسبة للمنطقة الوسطى، أيضا تتفرق بعض الغيوم في عموم المناطق، البحر الميت 20-14، مأدبة 15-5، البلقاء 15-5، وعمان 14-5، والزرقاء 16-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، أيضا تنتشر كميات من الغيوم، الكرك 12-4، الطفيلة 13-5، الشبك 11-1 فقط، ومعان 14-0 درجة مئوية، والعقبة 22-14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشة 16-5، صفاوي 16-4، والأزرق 16-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.